بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 88 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى في الاسم والمسمى، هل هو هو أو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره، أو هو له، أو يفصل في ذلك. فالناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر في ذلك بعد الأئمة، بعد أحمد وغيره. والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، فيقولون الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق. وهؤلاء الذين ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء الله من كلامه، كلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته، ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بتلك الأسماء، بمعنى أنه خلقها في غيره، لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في كلامه. والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق وأسماؤه غير مخلوقة يقولون الكلام والأسماء من صفات ذاته، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود هنا أن المعروف أن أئمة السنة وكثير من طوائف أهل الكلام أنكروا على من قال أسماء الله مخلوقة. وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم، فلهذا يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى، بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة، كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، كما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة. ذكر مذهب أهل السنة المشهور في القرآن والرؤية والإيمان والقدر والصحابة وغير ذلك، وذكر مسألة اللفظ: ليس لأحد من المتقدمين فيها كلام، كما قال: لم نجد فيها كلاما عن صحابي مضى، ولا عن تابعي قفى، ولا عمن في كلامه الشفاء والغنى. ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فإنه كان يقول: اللفظية جهمية، ويقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذكر يعني الطبري أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد الأئمة، وأن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وهذا هو القول بأن الاسم للمسمى، وهذا الإطلاق اختيار أكثر المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة، مثل أبي بكر عبد العزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البغوي صاحب شرح السنة وغيرهم. وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري، اختاره أبو بكر بن فورك وغيره. والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء ثلاثة أقسام: تارة يكون الاسم هو المسمى كاسم الموجود، وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق، وتارة لا يكون هو ولا غيره كاسم العليم والقدير. وهؤلاء الذين قالوا إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من الحروف هي نفس الشخص المسمى به، فإن هذا لا يقوله عاقل،
ولهذا لا يقال لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم، وهذا غلط عليهم، بل هؤلاء يقولون اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ. فإنك إذا قلت يا زيد يا عمرو فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى، وهذا لا ريب فيه. إذا أخبر عن الأشياء فذكرت أسماؤها فقيل محمد رسول الله خاتم النبيين وكلم الله موسى تكليما، فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهذا الذي كلمه الله. وكذلك إذا قيل جاء زيد واشهد على عمرو وفلان عدل ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات، وهذا هو مقصود الكلام. فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما المقصود هو المسميات. قال هؤلاء الاسم هو المسمى، وجعلوا اللفظ الذي هو الاسم عند الناس هو التسمية، كما قال البغوي والاسم هو المسمى وعينه وذاته. قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أخبر أن اسمه يحيى ثم نادى الاسم فقال يا يحيى، وقال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، وأراد الأشخاص المعبودة لأنهم كانوا يعبدون المسميات، وقال سبح اسم ربك الأعلى وتبارك اسم ربك. قال ثم يقال للتسمية أيضا اسم، واستعماله في التسمية أكثر من استعماله في المسمى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بقية أقوالهم في هذا الموضوع ثم قال قلت لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات كما ذكر في قوله يا يحيى ونحو ذلك لكان ذلك معنى واضحا لا ينازعه فيه من فهمه، لكن لم يقتصروا على ذلك، ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم لما في قولهم من الأمور الباطلة، مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي أن لفظ اسم الذي هو ألف وسين وميم معناه ذات الشيء ونفسه، وأن الأسماء التي هي الأسماء مثل زيد وعمر هي ومثل زيد وعمر هي التسميات ليست هي أسماء المسميات، وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه، فإنهم يقولون إن زيدا وعمرا ونحو ذلك هي أسماء الناس، والتسمية جعل الشيء اسما لغيره، والاسم هو القول الدال على المسمى. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله استكمال هذا الموضوع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.